انا ومينا كنا في الاكاديمي كنا جعانين في يوم. المهم نازلين الساعه 3 بالليل فجعانين قوي. فقال لي ما تيجي ناكل؟ قلت له تعالى نشوف ايه اللي في الثلاجه. فدخلنا على الثلاجه كلنا انا وهو مثلا حوالي 3 كيلو جبنه مثلا. اقسم بالله ما بهزر كل ده والله العظيم اي نوع جبنه في الثلاجه اتنسف لحد ما بقينا بنهيس بقى انا وهو. يعني ابتدى يطلع فيه افيهات في الافلام وكده بقينا بنقولها انا وهو. بس انت في البرنامج من الناس اللي كانوا عاملين لهم ريجيم ولا سيبينك براحتك؟ ما هو اللي خاسين قوي بيدوهم اكل. لا كان عاملين والتانيين كله بقى ريجيم معاناه. كان عاملين ريجيم كلنا كنا عاملين ريجيم بس عادي ما بيفرقش معانا الريجيم ساعتها. لا ساعتها مركز في انا في الغنى في الكومبيتيشن. لا كنت مركز في الاكل برضه. لا انا بقول لك لا بصراحه لا محمد شاهين صاحب مبدا.